أي دولة تعاني من نيو كولونياليزم أو من الاستعمار الحديث الطبقات تمدح. كانت اسمها مصر، اسمها المغرب، اسمها تونس، اسمها موريتانيا، اسمها الكونغو، أي دولة، أي دولة طبقات تنجح، لأنها سيكم الماتريس ماتيماتيك، ما عندهاش اعتبارات كما نقولوا حنايا عاطفية ولا دينية، ولا عندها اعتبارات براغماتية. كيف تكون العدالة مستقلة تماما على السلطة التنفيذية؟ حطينا لها ان سيستم. كيف تكون رقابة الشعب وعبر اي ميكانيزمات على الهيئات التنفيذية؟ حطينا لها ان سيستم. On a fait un système magnifique et un système qui permet. Et le point angulaire, c'est que في المجتمعات المتخلفة كما حنايا ماشي الناس كل اللي عندها حق التصويت. عندنا لي غران زيليكتور. Les citoyens votent, c'est pas tout le peuple qui vote. برك. يعني الحابس المفريني المبغل البغل الجاهل هذوك ما يفوتوش. نهار يتطوروا يفوتوا. Le vote devient un privilège pour les citoyens. On a un droit uniquement pour les citoyens. Ce n'est pas un droit pour le peuple. Parce que si le peuple vote, on va avoir un autre point. C'est tout. Ce n'est pas le peuple qui vote. Mais c'est le marat 2024, خلي le peuple gars voter. On n'a pas le chab. Ou même si on ne peut pas voter. Il y a assez de chab, assez de citoyens. Je vais le voter. Mais جبهة القوى الحية وجبهة وجهة نظر إيديولوجية. يوسف يوسف بان تناقشوا درك أسيتيوه ولا لكنك عايش في فرنسا تلاقى ولا ما الإيديولوجية تاع جبهة القوى الحية هي التكنوقراطية. ما عندناش إيديولوجية، يعني بتسمية الإيديولوجي يا شو كومونيست شو إسلاميست شو شي با كوانا نو حنا سي تكنوقراطيك، احنا تكنوقراطيك برك. كاين مشكل كاين حل تكنوقراطي، ما عندي حتى عاطفه فيه برك. نعطيك على سبيل المثال غدوه قال مثلا علي شيبا ندو مثال مكرفس كاع، مكرفس كاع قال مثلا شيبا لا كوكايين، لا كوكايين هذه لقاو باللي مثلا بون كي تنتجها وتصدرها لا كوكايين يخدموا منها حوايج حوايج وديكوبراو ودير ودير ودير. غادي نزرع الدنيا كل كوكايين باش نكسبورتيها باش ندخل الدولار. بصح جامي نزرع الكوكايين باش ندخل في الترافيك انترناسيونال دو ستوبيفيان، يعني المخدرات. بصح كون غدوه كاين سوق لا كوكايين مثلا في الصيدلانيه ولا في الصناعه ولا شي بافاه ولا ما يهمنيش ومشروعها دوليا نزرعها كل كوك. هذه التكنوقراطية. العاطفية يقول لك لا برك. أنا مثلا أوليو اللي نطبع الدراهم راح نجند الشعب على هذه السياسة. ما يقدرش واحد يقوم بسياسة حقيقية بلا ما تكون ثقة مع الشعب، باش الشعب يصبر عليه ويفهم البرنامج باش يعطيه الحق أنه يصوتي الدرجة كما نقولوا حنا بينا بالشعب نصوتي والدروج قفزو تطور تاني يكون قفزات. وهذه حكاية ديارات شوفوا نتفاهموا عليها. والله يا جماعة لي مازال ما فهمش باللي العالم هذا ماشي بمنطق القوة. هل فقتوا باللي بايدن براتيكمون مش مؤهل انه يحكم الامريكان من الناحيه الصحيه؟ ما عليناش. اجهزه المخابرات يا جماعه هي اداه ذكيه بصح اداه في يد السياسه. تخافوا منه؟ تخافوا من واحد يقول الحقيقه؟ تخافوا من واحد ما يكذبش عليكم يقول لكم انا اوتوكرات انا ديكتاتور انا الحكمه الرشحه تمشي كذا؟ تخافوا من هذه؟ تحبوا اللي يكذب عليكم؟ تحبوا اللي يقول لكم لا ديموكراسي لو بوبل لو غران بوبل فا فوتي اون فا ايليغ نو كيل بوبل كيل بوبل؟
الشباب اللي نضرب بالعصا كي راح يكون في الاتيكيت تاع ستاد هذا ولا باب شكون الباب دونك يا جماعه سفر الحقيقه تخوف والكذب يعجب بالك نهدب بالالفاظ نتاعي الله يرشون طران دو فارا اني فور سي دراكونيا باش نهدب بالالفاظ نتاعي فاس على سيتواسيون ناسيونال اي با نسيين نهدب منهم وماكسيموم مي تعلموا حاجه خذ راي اللي بكيك ما تاخذش راي يضحك اللي يضحك يضحك عليك واللي بكيك خايف عليك والحديد قياس كيف سون ريلاسيون افيك لا فرانس سي مارين باس مارين باس رابا عون عبد المجيب هل جبهه القوى الحيه تستقبل كل الايديولوجيات وخاصه الاسلاميه جبهه القوى الحيه ما تستقبل الا الايديولوجيات التكنوقراطيه نتاعها وما نقبلوا حتى حزب يكون معنا ولا نتحالفوا معه ولا يلصق فينا ولا نلصقوا فيه لانه لا نعترف باي حزب اولا دوك لا كانت تهضر بالصح هل جبهه القوى الحيه نقبلوا مثلا يجي انسان ملتزم لحيا نحي الشلاغم يعني عفوا عن اللحي وحليقوا الشوارب القنطوره تقصير الساق وانجينير دينو خاص به انا بور مو سيت ان فرير سان الجيريا الى في سون شوا ريليجيو ايديولوجيك ملتزم بزاف ولا متشدد رسمي كما هذا شغله انا الانسان هذا كيجي لجبهه القوى الحيه جا على اي اساس حنا تكنوقراطيين غدوه ما يقدرش يقول مثلا علاه الجزائر تكسبورتي الخمر انا عندي مارشي تاع الخمور الجزائريه يعني نكسبورتي وننتج الخمور على المشكل دينك يحكموا ليك التسيير الاداري بصح يجي مثلا هو انجينير في التليكوم واخينا للكعبه كاع يجي ويقول مثلا في وسط جبهه القوى الحيه والله يكون بارمي المسؤولين معنا والله يقول يا جماعه لي سيستم تيليكوم الجيريان لي كونطرا ماشي ملاح باسكو ايزون بري دي زيكيبمون من على عامين اون اوبليجي نشري ولا لونترتيان تاعهم يكون تشير والله بيان سور نسمعوا له ونتبعوه ما نشوفش كاع على اللحيه تاعو القنضره تاعو باش نزوج به جو مونفيش انا في الدين تاعو شي منو بصح لا تكنيسيتي تاعو لانتيري ناسيوناليست تاعو نقبلو بصح ما تقوليش الايديولوجيات جبهه القوى الحيه تكنوقراطيه ايديولوجي واحده تكنوقراطيه برك يقدر يكون فينا المسيحي اليهودي المسلم المتشدد اللي ما يمنش سي تكنوقراطيك برك انا كي نروح عند طبيب ويقول لي الطبيب فلاني مليح يداوي مليح انا ما يظهرليش نسقسي عليه واش يدير في الليل ولا واش هي حياته الخاصه والله